السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد من دروس النشاط العلمي. عنوان درسنا اليوم هو ما اللاحم وما العاشب. في درسنا اليوم أصدقائي سنتعرف على صنفين من الحيوانات، سنتعرف على الحيوان العاشب والحيوان اللاحم. بداية سنتعرف على الحيوان العاشب، والحيوانة العاشبة هي التي تأكل النباتات والعشب والحبوب. كمثال للحيوانات العاشبة الغزالة والتي تتغذى على أوراق الأشجار. الدجاجة أيضا حيوان عاشب تأكل الحبوب، وأيضا الأبقار حيوانات عاشبة لأنها تتغذى على الأعشاب. الصنف الثاني وهي الحيوانات اللاحمة التي تأكل الحشرات والأسماك وحيوانات أخرى. كمثال للحيوان اللاحم النمر الذي يتغذى على اللحوم، أيضا الضفدع الذي يتغذى على الحشرات، كما أن الدب أيضا حيوان لاحم لأنه يأكل الأسماك. إذن أصدقائي في درسنا اليوم تعلمنا أن الحيوانات في الطبيعة تتغذى بأغذية متنوعة، وصنفناها إلى صنفين. هناك حيوانات آكلة للنباتات نسميها عاشبة، وأخرى آكلة لحيوانات أخرى نسميها لاحمة.